وهذه قاعدة، وهي قاعدة أن من كان متصرفاً لغيره يجب عليه فعل الأصلح، والإمام متصرف للرعية فيجب عليه فعل الأصلح. ولهذا استدل الفقهاء على ذلك بقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال بالحسن، لأن الولي متصرف في مال اليتيم فيجب عليه الأحسن، وهكذا الإمام متصرف في مصالح الرعية فيجب عليه أن يتحرى الأحسن بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده.